Ms. Wodehouse? Eight, the economic function is eight, with various to all. Most of all, in the foundation here, there was a fine black wall of foundation, the foundation home. The small operation foundation. The rest is direct water. Leave a hotel and shower of the day, it's a need. What are the needs of power? What was the rule of my end? You could shower and never give a share. ثم واحد كان يحلها وهكذا ايه ضروره واحد يقول يعني ايه ريسك ده ايه في العالم اللي هو عمل الكونديشن دي بس اول كده
Eles fugiram? Para que tu não é? A renda rega que foi a gente de cuidar na rua na sua de Gaúcha e um fato de Gaúcha e de ela continuou a fazer aquele outro o da Gaúcha da Liga o Bala Cine o Bala Cine de Nera de Santa Cia não faz mais é a gente o Bala Cine da época de Cia nem o telefonamento que se dizia يلا الفور بيرسيتي تخلي بالكم معموله مخصوص للدوائر المفصله اتفقنا؟ طيب الجواب نعم لا انت قصدك تبقى بعيد عن بعضيها يعني لا نوع طيب عايزين نوصل حتى لو صغرت شويه هتعرف عايزين نوصل ليه عايزين نوصل ان ازاي نحطها على الكرة انا مش قلت اللي عايز يفهم يستحمل نص ساعة يفهم واللي مش عايز يفهم وعايز من الاخر يفهم خالص انت عايز يفهم يبقى تصبر شوية لما نعمل بقية المدرسة انا مجرد انا بشرح لكم سطر سطر اللي انا بكتبه عايزة كده كلها بسرعة. مين خطوة كبيرة عشان كل شوية عمالين يقولوا لي خط تيجي تسيبها؟ محدش. خطك بص حلو يعني؟ ولا تيجي تعمل ايه يعني؟ خلاص تحسبه بقى انك تسيبه. الأدب ده فين؟ تاني. ممكن تستنى ما خلص كتابة المنبرية عشان تنسى تقول هنوصل بإيه نكتب زين مش أي حاجة ليك بعدين زين يعني أنت اللي قلت تقول ناخد الكتابة إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ما تكتبش أنت خلاص من إيه؟ ده أنا بجيبك وبتحفظ ثلاث شهور أنا كتبت الشمس واحد يبقى تربط شوية ونكتب الباب شوية يعني معناها مش كونتينيوس لكن ليها عدد محدود من الدوائر من النقط من الفيربال واحد يقول لي طب يعني هات في دالة فيها نقط انتصار وعدد مش محدود هي نقط الفيربال دي تقدر تعدها أي إجابة من جيل الواحد تقدر تعد النقط اللي جواها فلو الدالة بتاعتي هي النقط اللي من جيل الواحد يبقى دي مش في شوية كونتينيوم ليه؟ لأنها دالة كل نقطة من فترة ما تفضلش على الباب يبقى كلمة في شوية كونتينيوم معناها إيه؟ معناها إنها دالة منفصلة بس كم نقطة عدد محدود من نقط الانفصال واضحة كده خلاص؟ نمرة Thank you.
تختار من هذه النقطة.
او بتساوي تقريبا الوقت اللي احنا عملناه ده. بص قيمه النقطه عند النقطه بس من ناحيه الشمال قيمه الواي بتاعتها زي قيمه الواي من ناحيه اليمين على 2 يديني القيمه اللي احنا عملناها. تعالوا بقى نرجع لايه؟ للنظريه الاولى واحده واحده. نعم. ابيع مش ابيعها اللي عندها بس ناحيه الشمال. يبقى الرمز ده خلي بالك اكس ماي زيرو اكس زي زيرو دي لا داعي عند الزيرو. دي معناها ان نقطه الانفصال لو كانت 2 مثلا نقطة 2 عندها اكس منفصل. يبقى اجي عند النقطة 2 اشوف من ناحية الشمال قيمة واي بكام؟ وعند اكس ب 2 اشوف قيمة واي بكام من ناحية اليمين؟ اجمع الاثنين دول واقسمهم على 2 يساوي قيمة الدالة عند نقطة الانفصال اللي انا ما كنتش اقدر اجيبها. واحد يقول يعني انا اقدر بقى في اي مسألة اعمل كده؟ لو كانت كله لو كنت حققت كل ده ما حققتش الكلام ده ما اقدرش اعمله. الكلام ده هقوله ليه؟ عشان لما تيجي تستخدم كله في الكورسات الاخرى لازم تبقى فاهم الحاجات دي. هقول تاني الشروط بتاع جريش كده عشان احنا ما قلناش غير شرط واحد. يبقى اول شرط قلنا ايه؟ شوية كونتينوس. عرفناه بقى معناه ايه؟ عدد نقط الانفصال محدود. تاني شرط ليها عدد فاينايت عدد محدود برضه من الماكسيموم والمينيموم. يعني ايه؟ يعني مثلا ادي دالة ليها عدد نقط الانفصال محدودة عشان تكون قالت الترم الأول الساعة الأولى دي الشرط الأول. بصوا عدد الماكسيموم أدي واحدة نقطة نهاية عظمى دي نقطة نهاية صغرى دي نقطة ثانية دي نقطة ثالثة. كل نقطة ليها عدد محدود من الماكسيموم والمينيموم. واحد يقول لي هو في دالة هتكون عدد غير محدود؟ مثلا ساين خد اكس كبيرة جدا. عايز عامل ايه المنظر ده؟ هتفترض من الزيرو لان كل ما تحت دي كبيرة وقيمة الدالة هتبقى ايه؟ واحنا عارفين اصلا ان ساين مهما صغر مهما صغر هيكون عندي ايه؟ ما تزيدش عن واحد وما تنقصش عن واحد. شكلها بقى كده. هاخد قيم كتير جنب بعض هلاقي الماكسيموم والمينيموم في سيرفا الصغير عدد ما اقدرش اعيده. يبقى معنى كده ان الناس اللي زي دي ما اقدرش احط لها فورير سيت. دي شرط من الشروط مش متحقق. خلاص كده؟ تيجي بقى جنب الجنب دي سهله معناها ان اقدر اعمل ثابت من غير ايه؟ بحيث ان دايما قيمه الاكس اصغر من او تساوي كبيره. هذه كلمه دوله يعني ما تروحش لما لا نهايه خالص. مفيش مساله الواي بتاعتها تروح لما لا نهايه. دي بعد ما اعرفش اجيب لها فوريير سيريز. اهم حاجه كده فوزناها جنب بريود. اول شرط خالص. طيب بريود ده احنا عرفنا الساين والكوزاين دول بيودكس باي ديفينيشن. لكن لا عندنا اليه ايه؟ زي دي مثلا. تعالوا ناخد الداله الحلوه الصغيره دي. ازاي اعملها بيودكس؟ احنا مش قلنا كلمه بيودكس بالعقل كده. معناها تكرار وقيم او الطول بتاع الفتره اللي هي هتبقى بريمز بتاعنا. هي هنا مثلا 200 باي لكن احنا بعد شويه ناخد ان جنرال نطلع اي رقم. امسح انا دي بقى تعريف الدالة خلاص. تعالوا بقى نشوف انا هكون البريود ده ازاي.
قاعد من نهاية باي لغاية الفترة بتاعتي. دي كده انا اشيل من الف الفترة دي هنا. طب هنا ازاي ركز بقى معايا؟ من باي لاتنين باي. شبه من ناقص باي لواحد اللي زيرو. اللي هي بكام واحد؟ من اتنين باي لتلاتة باي. زي دي. ده انا عملت ايه؟ فاكرين بقى ورق الشفاف بتاع زمان؟ انا شفيت دي كده ورجعت 17. ده انا نقلت الزاوية نفسها في فترة شبه أو نفس المقياس بتاع الفترة الأولانية. طبعا ده محتاج بقى نهاية المقياس. ناقص 3 باي ان. على الأقل عايزاك ترسمني ثلاث فترات. يبقى كلمة اللوز دي أهم حاجة. آدي ده اللي هي مكونة من اتنين، ده اللي مش سهلة عشان مكونة من اتنين. لكن خدي بالي، أخد بالي وأنا بعمل التكرار. عشان طبعا في أسئلة. لو عملت دي شرح دي الأول. لازق فيها كده فوق. فأنا خلي بالك إن أنت بتطبع الفترة بنفس التركيز. يعني أنا كده مع الفترة دي كده عملت إيه؟ دي كانت الأول. وبعدين دي عملت كده. طبعتها بنفس المنطق. خلاص كده؟ أول طريقة تانية أكيدك بتعمل شيفت. ما هو معنى إيه البريودك؟ إن كل نقطة هي نقطة شبهها بالظبط بعد التين بار. بس عملت شيفت من النقطة دي التين بار ثلاثة. النقطة اللي جنبها النقطة اللي جنبها كده وخدت خط كل مقياس. وبعدين النقطة دي لما تعملها شيفت التين بار تطلع. وهكذا. هيبان بقى لما ناخد أمثلة ما تقلقوش. طيب، هي إيه بقى الوقت؟ هل باين هل مطلوب منك؟ ان كل ما تقلب تشوفها تحقق الثلاثه دي ولا لا؟ واحد يقول لي ما انا هشوفها تحقق البريودك. لا، ده انت اللي هتعملها بريودك، لان انا هديها لك موجوده في فتره اتنين بار مثلا لغايه ما عملت دلوقتي هديها لك اتنين بار. بعد شويه ممكن اديها لك في طول واحد طول نص طول اي طول يعني. لكن لغايه هنا احنا قلنا بيجر تو بار. انت بقى اللي هتعملها بريودك، تعملها ازاي؟ بعد ما اشيلها دي احسن طريقه اروح اعمل لها شيفت للتين باي اللي جنبها من ناحيتي، للتين باي اللي جنبها من ناحيتي، هم يطلع لي ثلاث قطرات قدام. نعم. طب يعني مش فاهم السؤال. يا ريت انا عايز اقول ايه يا استاذ بدر؟ يعني ايه تاني في اليوتيوب يا جماعه؟ مره ثانيه وخلي بالك كلمه في اليوتيوب معناها ايه؟ لعبه دوريه بتكرر نفسها في طول ظهر نفس الفتره. يعني دوريه بتجيب دوره معينه طول معين مش مره اثنين مره مره خمس مرات. يبقى انا دلوقتي انا اللي بعملها يا ابني، انا اللي بعملها دوريه، انا اللي بعملها باللوز. مش هو بيديني التعريف. انا عرفت تعريف باللوز دوري ان كل لغه لما يطلع عليها اثنين باي في حالتنا دي تطلع نفس الواي. مش الساين والكوزاين وكده. فانا خدت ده التعريف واقع عادي. يبقى انا هنا انا النقطه دي لما بتحصل ناقص نص. مش انت عايز تقول كده؟ ناقص نص، اجمع عليها 2 باي. هتبقى ايه؟ 2 باي زائد نص، نص باي يعني. طلعت بكام هنا؟ لان يا جماعه
وعارفين معاها اتنين بار. يبقى تطلع تلاتة بار على اتنين، اللي هي نص واحد. يعني نفس الواي ولا ملهاش؟ خلاص كده؟ يبقى التعريف ده مش ده انت اللي بتعمله، مش هو جايبهولك وانت بتشوفه. انت اللي بتكون الميزان اليوم، لان ده اول شرط للشغل. نعم، حد رفع ايده هنا. لسه؟ لا، الشرط التالت ده بيخص الواي. الارتفاع الثابت ده مش الثابت. يعني يا جماعه هي فوريا دي سهله خالص زي ما قلت لكم، هو هي فورمة واحدة واوتوماتيك كده هتقعد تحل ثلاث تكاملات وخلاص مسألة كده. لكن لازم تبقى فاهم تعمل الكلام ده ليه؟ نعم. كونديشن الثاني. يقول لي ايه الكونديشن الثاني؟ زي ما كان زميلكم بيسأل. اف اكس باوند، اف اكس دي مين يا جماعه؟ مش هو ده الواي؟ طيب الواي ده اللي هو الارتفاع ده. انا الدايره بتاعتي طبيعي في الفتره الاولانيه شكلها ايه؟ ما هي كده هتتكرر. لو كانت فيها حاجه ما لا نهايه ما بينفعش من الاول. ما هو اي شرط ما يتحققش من دول، يبقى معناها الفانكشن دي ما ينفعش تتعمل لها فوريير سيريز. خلاص كده؟ يبقى الثلاث نقط دول عاملين عشان الناس اللي هياخدوا اي فانكشن عايزين يطبقوا عليها شروط فوريير. ايه هي شروط فوريير؟ تحطوها على الصوره دي وتستخدموا الحته دي مهمه دي. ان دي قيمه النقطه عن الدايركت النقطه في المستوى. قبل ما نعمل كده لازم ثلاث شروط دول يكونوا متحققين. نعم. دي لا نهائية. لا انا هقول لك ايه عوض تديك ايه؟ يا انت عايز اكس يعني؟ عايز تقلبها. زمان تقول حاجة مهمة. هو عايز يعوض بفين؟ في المسألة دي بالذات اللي طلعت اتنين، هاجي اعوض من طرفين الفين اللي انا جبتها. دي لسه بقى حاجة اللي هناخدها في الأمثلة قدام، ده كلام نظري مش حباني قوي، بس حاضر. هتعوض هنا عن اكس زيرو اللي هي طلعتها بكام؟ اتنين. وتعوض هنا باكس زيرو. وزي لما اكس زيرو هتطلع مين؟ واحد. وصاي لما اكس زيرو هتطلع بزيرو، ده السن ده كله ضاع. والسن ده بقى واحد بقى اتنين سيجما اي ان بس. اي ان دي اللي هي مين؟ الوزن والقوه كده. احنا بقى لسه ما شفناش مين هم اللي نطقوا زيرو. يعني في الامثله هتعمل كده زي ما انا قلت لك دلوقتي. تعوض بيت هنا بزيرو وبيت هنا بزيرو. نعرف بقى هنا الحقيقه لما يشوفوا بقى الامثله حاجه مهمه قوي. فاكرين في اعدادي لما خدت انتوا السيكونس وان في بعضهم اقدر اجمعه وبعضهم لا؟ هنا بقى لما انا اعوض ويطلع لي ايه الطرف ده؟ ان هيرجع تطلع سيريز نمبر سيريز. سيريز عدديه. رقم زي رقم زي رقم زي رقم. ودول ما كنتش اعرف ولا انا قايلين ما كنتش اعرف اجيب اجمعهم بطرق بتاعه الاعداد. هنا بقى اقدر اجيب. فدي الفائده الثالثه اللي كانت حباب الامثله بس بينكم بقى السعد وسقف فقلناها بالمره وهي مش باينه هنا لان ده نظر. لكن في المثال ان شاء الله هناخد ازاي نجيب مجموع نمبر 6 معين. خلاص؟ كده بقى احنا فهمنا بس هما بعد تفكير وعمل اللي مش عارف ايه ازاي حطوا دي او من حقهم يحطوا دي ازاي عشان تكون البالة او الاكس ايه محققة الاربع شروط دول.
لكن جابوا الصورة دي منين؟ تفرضوها زي ما سيروا المطلوب فرضوا الباور سيريز وابتدوا يدوروا عليها. طيب ما احنا لسه عندنا مشكلة، احنا كل زمان صورنا حطوها على الصورة دي. طب مين بقى ينور؟ ومين اللي وان وتو ودي وان وتو اللي احنا هنحل فيهم بعد؟ لسه ما نعرفهمش. طب في حاجة كمان محتاجين نفهمها قبل ما نجيب الايه؟ الايه نور والكلام ده. ماكسيموم مينيموم زي ما اتفقنا هنا المسألة الصغيرة دي الماكسيموم ثلاثة والمينيموم واحد هما الاثنين بس عدد محدود. الكونديشن الثالثة أقول إنها رابطة يعني إيه؟ الواي إن جاي عدد بص أي رقم هنا في المسألة دي الماكسيموم ثلاثة والمينيموم واحد يبقى ليه في اكس تحت وهي محطوطه موديلات كده اصغر من كام؟ ثلاثة لان ثلاثة موجبة وثلاثة سالبة اللي هي فين داخل جواها؟ بدور على اكبر قيمة يعني سواء موجبة ولا سالبة. هي لما نشوف ديفينيشن يعني ايه اورثوجونال هناخده فين الاول تو فانكشن عشان ما اضربش واحدة في نفسها. يعني انا اقول
بقيت اتنين، ما رجعتش بقيت واحد تاني. اتعملت خلاص وما ضربهاش في نفسها. بقيت اتنين وفي ثلاثة وبعدين اتنين وفي أربعة لغاية ما وهكذا. كلهم لازم يساووا الزيرو. في الحالة دي هقول إن الاتنين تاني بتاع الفانكشن دي اشتغل. كويس كده؟ نعم. هو المتين بقى الحقيقة صعب عليكم شوية. لانه يعني بيستخدم انتنيشنز كتيره كلها حاجات البرودكت الكتيره والفيكتور والكلام ده فيكتور برودكت وخدتوها كده بسيطه يعني، لكن لا بيستخدم المعاني بتاعتها فليس مش عليك يعني ما تقدروش تفهموها شويه. خلينا واحده واحده كده تاني. ده المعنى الرياضي تكامل. انت بتاخد اي انتنيشن؟ معنى التكامل يعني. خلينا نشوف. لا واحد بيبدا الجيل منين؟ ما انا لسه بقول لك اهو الاي والجي دول. الاي مثلا واحد، الجي دي بقى هتبقى مين؟ اثنين وثلاثه واربعه وخمسه و100 ولغايه ايه الاخر؟ يبقى واحد في اثنين، اف واحد هو في اثنين. بعدين في واحد في ثلاثة، في واحد زي في عشرة. تاني مرة الأي في اتنين، زي في اتنين في ثلاثة. ما أنا همشي بيهم كلهم كده، أجري عليهم كلهم، بس طبعا دي أول بكرة يعني. طيب إحنا عايزين ده ليه؟ مهم أوي اللي أنا هحكيه دلوقتي. نظرية. مين اللي قال ان الرسوبر ده هو التعرف بتاع العجلين بتاع زمان؟ لسه فينا ازاي دلوقتي؟ نورا بتسال وليه وسيم صعب عليك؟ لان دي من البرودكت بتاع الفيكتور والسكيل اب والحاجات ودي حاجات ما خدتهاش جامد كومبليت يعني. فدي شويه احنا خلينا ناخد ان ده ديفينيشن رياضي متوسط التكامل. وبعد كده قول لنا ايه هنستخدمه. شوف بقى هنا الست شكله ايه، هنا كنت بقول اي حاجه اف واحد اف تو دول اي شكل. لا هنا انا محدده بقى شكل الفانكشن واحد وكوزاين ام اتش وكوزاين ام اتش. مين ال ان وال ان دول؟ واحد اثنين ثلاثه وغيره. ده معناه ايه؟ ساين واحد اتش ساين 2 اتش ساين 100 اتش وهكذا. الكوزين كده اللي حتى لو كانت زي بعضها هنعملها فين؟ خلي بالك بقى تاني اعمل ايه عشان ده هو اللي انا استخدمه. يعني ايه السيستم ده لما تعرضه للسيستم ده؟ أول حاجة الواحد، الواحد ده شغال في مين؟ ساين واحد إكس مرة، شغال في ساين 2 إكس مرة، وساين 3 إكس لغاية أي حاجة. أنا نسيت حاجة مهمة، لازم نقول رسومنا العالمية. طب دلوقتي أنا عايز أثبت النظرية، ما النظرية لما كلمة أقول نظرية بيبقى لازم ليها روح. طيب الحاجات دي بقى أنت في إعدادي، فأنا هقول لك المفروض تثبت ليها بسرعة. أنت يا كاملة هاخد أول واحد اسمه أي إكس ده هو الواحد مثلا. اكتب جي بقى هي دي خلي بالك معايا. ساين 1 اكس ساين 2 اكس ساين 10 اكس وهكذا. فهاخد الجنرال
تايم ان ايه. يبقى دي معناها جميع الطيران كل سايد مهما كان. ده واحد في سايد ان ايه. منين لفين؟ عايز تشوف بقى فين الكلام؟ ساين ان اكس تكملها بكام؟ ثالث ساين ان اكس على ان ان في شوية أرقام واحد اثنين ثلاثة وهكذا. يبقى الثالث والان دول مالهمش دعوة. كوزاين ان بار ناقص كوزاين ها بكام؟ خلي بالكوا بقى في شوية حاجات كده في ايه؟ فورمولا هنستعملها دايما. أول حاجة يا بنت هنا كوزاين ثالث زاوية تاني ايه؟ كوزاين زاوية. هتقابلنا بعد شوية كوزاين ثالث زاوية. هتقابلنا كمان الأربع حاجات دول أنت خدتهم من زمان هتستعملهم كتير جدا. المفروض ما تبقاش ايه؟ كوزاين تالت اللي باي ايه؟ كوزاين اللي باي نفسها. يبقى مهما كانت قيمتها حاجه بتساوي من نفسها بزيرو. يبقى الناس هنا بزيرو. لخصها تاني. ارسمنا سيستم وفانكشن. ابتدينا يعني ايه ارسمنا على حاسب ضربهم متكامل على الاثنين ده يساوي زيرو، ده ديفينيشن، مش عايزين دي مناقشة. طيب عايزين نستغل بقى تعريف الاثنين فانكشن لما يكون عندي ست، عندي 10 زوايا، عندي 100 زاوية، عندي زوايا مجانية. يبقى كل اثنين اضربهم في بعض واكملهم لو طلعوا بقى مشيت عليهم كلهم. وطلعوا كلهم اسمهم أول إن السيستم ده وصلنا على بعض. خلاص كده؟ ده الإنجنر. جيت بقى حددت السيستم. مين بقى الإكس والإي آر إكس ده؟ ده مسمياه أي إكس. لا، الأي إكس دول هما مين؟ واحد والساين كلها ساين إكس ساين 2 إكس ساين 10 إكس. أنا كل ده بدور على مين يا جماعة؟ بص كده. مش ده اللي هيطلع عندي بعد كده؟ فهو ده اللي خلاهم يكتبوا هذا الاتجاه. فالواحد والصاين والكوزاين عايز اقول اللي عليهم انهم ايه؟ ارسمنا السيستم. طب ارسمنا السيستم ازاي؟ لازم يحقق الشروط كلها. ابتديت بقى ابسط حاجه. الواحد هيجيب مره في الصاين ومره في الكوزاين. اثبت انهم زيرو، يعني تاني انت تعمل بقى الحاجات التانيه. ليه واحد الكوزاين. وبعدين ثلاثة بقى من واحد. نبتدي بقى منين؟ مش هيجي واحد في الشغل بقى الساين ما تقدرش تنساه عشان الايرون جيم الجمهور. لا انا عندي ساين واحد اكس، ساين 2 اكس، ساين 3 اكس،
يسميك زي الواحد هتتبارك فيهم كلهم. انت ما تتباركش في نفسها زي الواحد ايه؟ زي الواحد ايه؟ دي مش داخله معانا. ان احنا كنا معروفين ست ان اي سولجر. خلاص في سؤالين. مقدرش اقول يا جماعه حد ازاي مش عارف كوزين بار تساوي كوزين بار تساوي ناقص واحد اس ان فتواش ابدا. طيب خلينا نوراكم انا هنثبتها. بص معايا بقى مش عايز كده يعني تيتا وتيرمي انا هقولهم جت مين؟ انت مش ايه اللي جاي في بالك ايه واحد اتنين ثلاثة؟ عوض على ان واحد وزي ما بكام؟ كام؟ رايت واحد يبقى صح ولا لا؟ عوض على ان فين؟ انا مش عوض هنا انا بجيبها لك هنا وزي ان واحد بكام؟ لا تمسك الكالكوليتر عشان هي حته ثلاثه يعني مش حاططها مش هتعرف تمسك يعني انت لو قعدت تعمل شويه حاجات كده تقدر تطلع لهم قالوا معاك ولا لا؟ هو ده اللي حصل يعني مش معقول ان عدد ده دليل ده عندي. وبعدين المره الجايه حد حاجه مثال على طول فعايز احضر الكلمتين دول. وبعدين اجيب مثال تكون زي ما كانت بقى دي مره في اعدادي وكان بيظهر لنا في الترم الاول في الديفرنشال اكويشن ازاي تايم وكوزاين بشرط الزمن ازاي بعضها. هي طبعا لو زي بعضها خلاص ده هتاخدهم ده انا عايز بقى اعمل شويه ده شرط ازاي بعضها. طيب انت عارف ايه المهم كام؟ ما خدناش بقى حاجات كتير من المثلثات ما خدناش حاجه خالص. ايه ده؟ Thank you.
تاني بعد الموجة. شايفين دول شبه بعض هيموتين. دول هنستغلين اهو. انا عايزه دي ساين بوزاجن. ده معناها الكلام ده نص. طيب المجموع دول دول. ما هو عشان نحط عارفة وفيها. الغباء مش هيفضل الدرجات يعني. طبعا من ده الفايل باي ما ساعدتش حاجه.
كلهم فاضلين بسبب المسلسلات القديمة. يبقى لما تقابلك في أي حتة النايت فايت بار أو من زيرو لفين بار، يعني أي وقت أي مكان لفين بار و ساين ساين، يعني ساين واحد إكس وساين خمسة إكس، ما تقعدش كلها قانون ولا الحاجات دي، من زيرو على طول. نستخدم الفار بتاع الوسطاني. طيب ناقصنا ايه بقى عشان نبتدي نحل المسائل؟ بس النظريه دي خلصت خلاص. ناقصنا بقى ان احنا نشوف لو صارت سكوير اف اكس. طبعا دي معناها ايه؟ اللي احنا قلنا عليها ما تسويش نفسها دي، هي مالهاش دعوه بالنظريه، دي حاجه احنا هنحتاجها برضه. طب اجيبها منين؟ ساين سكوير وكوساين سكوير، برضه ابتدي افكر في حته المسلسل. انا قلت المره اللي فاتت في قانون ما تنسوش خالص، اللي هو ايه؟ ليه ممكن ننساها؟ لكن انا عارف جاي منين؟ ساين سكوير عارف. انت عارف ان كوزاين سكوير زي كوزاين سكوير؟ هذا يساوي واحد. لما نضربهم يساوي كوزاين كوارت. من هنا بقى اقدر اطلع كوزاين سكوير وكوزاين سكوير اللي احنا محتاجينه. ازاي؟ مرة أشيل الساين ومرة أشيل الكوزاين بالقانون اللي فات. يبقى هنا مثلا هشيل شيء واحد ناقص ساين سكوير ألفا وناقص ساين سكوير ألفا يصير الكوزاين بالقانون. يبقى هنا عندي ناقص 2 ساين سكوير هجيبها ناحية القانون اللي كان زميلكم بيقولوا على فوق ساين سكوير الفا هي مين نص واحد ناقص كوساين الفا ده نص واحد ناقص كوساين بصوا بقى كده اللي يعجبك بس تستخدمه صح. انا عايز استخدم ده ليه؟ انا هقول لك ايه دلوقتي عشان انت بيك بسرعه. تكامل الواحد بكام؟ ليه؟ ليه كتبت نور وما كملتش؟ مش انا لسه ثابته. الوسطنايت أو صايم أي حاجة تزيده يبقى استخدم ده. فهمت ليه بقى أنا استخدمت القانون ده؟ عشان أخلص منه. وهنا جاي لي بار أعوض الباي وسالب باي يطلع فوق باي. لما أعوض هنا يطلع باي. هما دي برضه هتساوي كده. يبقى سواء الصايم سواء الكوزاين الاثنين هيطلعوا فوق باي. ساين سكوير وكوزاين سكوير. يبقى احنا كده عندنا شوية معلومات مهمة، ايه هي؟ أي تكامل لساين ان اكس أو كوزاين ان اكس ناقص ساين واي بيصير. أي تكامل ساين في ساين أو كوزاين في كوزاين أو ساين أو ساين في كوزاين ناقص ساين واي كلهم بيصير. طب لو سووا بعض ساين سكوير وكوزاين سكوير ببعض، هو الدور الوحيد اللي هو ده اللي احنا هنستخدمه المرة الجاية أول ما نبدأ نعم.